ونحن لسنا بمنأى عن هذا المال هنا في الاتحاد الافريقي، ومن ثم كل دول افريقيا بالذات اللي لازم تفعل هذا المبدا المهم. يا جماعه الموسم القادم لازم كل نادي يقول لنا فلوسه جايه منين وهتصرف ازاي، والشفافيه الماليه. مفيش احسن امشي عدل يحتار عدوك فيك. عشان كده ده كان مؤتمر مهم اللي المهندس عدلي اشار اليه، كان ورشه عمل الحقيقه اختتمت النهارده على مدى يومين، كانت في احد فنادق القاهره تحت رعايه هيئه الرقابه الاداريه برئاسه اللواء حسن عبد الشافي وايضا مكتب الامم المتحده في القاهرة. السيدة منى سالم الممثل الإقليمي لمشروع مكافحة الفساد وغسل في مكتب الأمم المتحدة اتحدثت عن في خلال الورشة عن أهمية هذا العمل وحرص الأمم المتحدة وهيئة الرقابة الإدارية في مصر على محاربة الفساد، وجزء منه الفساد الرياضي، ده شيء رائع جدا وجاي في مستهل موسم. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قال من خلال الفيديو كونفرنس في كلمته إن مصر أكبر الدول الداعمة لهذه الحرب على الفساد، وأن الدولة المصرية وبتعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تواجه الفساد وتحاربه أينما كان من خلال أجهزتها الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات. قال كمان وزير الشباب والرياضة أن الرياضة بنظامها الاحترافي وشعبيتها الجارفة ومئات المليارات اللي بتصرف عليها من خلال تنظيم الأحداث الرياضية والبطولات المختلفة والتعاقد مع كبرى الشركات الدولية لرعايتها وجلب الأموال، أصبح هذا المناخ كله في مواجهة الفساد أو مواجهة الفساد فيه أصبحت ضرورة. إحنا بنتكلم على استثمارات بالمليارات.